وزارة التربية تضع آلية مفصلة لبث الدروس الإلكترونية وتلزم إدارات المدارس بالتقيد بها. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. حياكم الله متابعين الكرام. إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ممثليات وزارة التربية في أربيل وسليمانية ودهوك أقسام الإشراف التربوي والاختصاصي، الموضوع جدول الدروس الإلكتروني. تحية طيبة إلحاقا بكتابنا، ونظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد وجائحة كورونا، راجين التأكيد على إدارات المدارس والهيئات التعليمية والتدريسية أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند إعداد جدول الدروس الإلكتروني جملة أمور، ومنها أولاً ألا يكون هنالك أكثر من امتحان في اليوم الواحد، ثانياً عدم تنزيل المواد الامتحانية قبل يوم الامتحان، ثالثاً ألا تنشر الدروس في أوقات متأخرة من الليل، رابعاً عدم النشر يوم الجمعة والعطل، خامساً الالتزام التام بما ورد من تكييف المناهج الدراسية، سادساً تفعيل المنصات الإلكترونية وتكليف مدرسي مادة الحاسوب بمتابعتها قدر المستطاع، وأن يكون العرض بطريقة لائقة وواضحة تعين الطالب على فهم المادة، سابعاً الاهتمام بالوسائل التعليمية عند عرض الدروس العلمية، ثامناً تزويدنا بحالات عدم الالتزام بما ورد أعلاه، تاسعاً تثمين وتكريم الجهود الاستثنائية والمتميزة في عرض الدروس الإلكترونية وتزويدنا بأسماء المتميزين مع عرض نوع التميز وأن يكون المنجز على قرص السي دي لإيلاء الموضوع الأهمية مع التقدير.